قال: باب إزالة النجاسة وبيانها. قبلها وصلنا إلى الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. ورد في حديث قبل هذا الباب أن السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. معنى الحديث ذكرنا مختصرا أنه من شرب في إناء الفضة إنما يعني عقوبته أنه يشرب من نار جهنم، يعني جزاء من جنس العمل كما ذكرنا. فمعناها ورد النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة، لكن هنا هذا الحديث هل يخالف الحديث الأول؟ لا، لا يخالف. الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي، قدح الإناء الفارغ، إذا كان مملوء شو يسمى؟ كوب. ذلك الآية يسقون فيها كأسا، لا كأس يسمى المليء يسمى كأس، ذلك يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أما إذا كان فارغ اسمه قدح. فكان قدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستعمله للشرب كان مكسور، فربط مكان هذا الكسر من أجل أن يلحم هذا الكسر، ربط سلسلة من فضة. فاستدل العلماء على جواز الضبة، سمى الضبة يعني الذي بدك تلحم، مثلا عندك إناء من معدن وبدك تلحم هذا المعدن، كسر هذا الإناء بدك تلحمه من الفضة. طيب ورد نهي عن استعمال أواني الفضة، النهي عن استعمال أواني، لكن الضبة يعني اللحم هذا اللحم اللي ربط الأشياء جائز عن جمهور الفقهاء، خصوصا إذا من الفضة. طبعا ليش هون الحديث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كذا انكسر؟ شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه حفظه على الأشياء، هذا كمان يستدل من الحديث. أول شيء حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على الأشياء ولا يرميها، مثل هلا مثلا خصوصا هون جينا بتركيا خلاف بلادنا، يعني شيء انه بيقدم طقم كهربايات او اي شيء بتلاقيه الحشوب بكبوه بزباله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كب هذا الاناء، ما رمى الاناء، لا، شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم جعل له سلسله من فضه، فكان يشرب منها حتى بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عند سيدنا انس، سيدنا انس فاظهر للناس انه هذه الاناء الذي كان يشرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عليها سلسله من فضه. طيب هون السؤال، هل يجوز او هل له ان يحرم عليه ان يشرب من المكان الذي فيه فضه؟ لا، لانه ما ورد، خلاص كان يشرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد انه كان يدير مثلا اناء للمكان اللي ما فيه فضه، كان يشرب من هذا الاناء المطبب بالفضه. انكسر، قال: ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه، رواه البخاري. قال: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. أولا إزالة النجاسة واجبة، شو قال تعالى: وثيابك فطهر، أمرنا بإزالة النجاسة. وأيضا مرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يعني ما يعذبان في كبير عند الناس لكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله. فمعناها عذاب القبر أيضا من النميمة ومن عدم التحرز من النجاسة. وثيابك فطهر، بس لكن هل يحتاج إلى نية؟ قال: لا، هو ليس عبادة لكن مأمور بأن إزالة القذاء، يعني لو زالت النجاسة بنفسها خلاص طهرت. لو واحد مثلا ثوبه نجس علقه برا ونزلت عليه المطر وأزالت النجاسة هذه المطر خلاص طهرت، ما يحتاج حتى لا يحتاج إلى نية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا،
يعني سئل صلى الله عليه وسلم السائل ما بهمنا، السائل ايش؟ لانه صحابي ما بهمنا، بهمنا نحن الموضوع، فسواء كان السائل فلان او فلان ما بهمنا الموضوع. سئل عن الخمر ان تتخذ خلا، طب معلومكم انه الخمر او الاحرى لما بيحطوا مثلا العنب او التمر او اي شيء يحطوا له ماء بمر بمراحل، فبيمر على مرحله الخمر بعدها يتخلى. فسئل صلى الله عليه وسلم انه الخمر موجود خمر، فهل نجعل اذا طبعا هون الذي علمه هذا الحديث انه تتخذ، يعني ان تتخذ بفعل الفاعل، يعني ان نجعل فيها شيئا من اجل ان نحول هذا الخمر الى خمر. جمهور الفقهاء على انه اذا تخللت الخمر بنفسها طهرت وصارت حلالا، حلالا شربها الخمر اذا تخللت بنفسها. لكن في خلاف قال اذا كان وضعت فيها ماده، عند السادة الشافعية لا، اذا وضعت فيها ماده وتحول هذا الخمر الى خل فنجس ولا يجوز ولا يصح ولا يجوز شربه ولا استعماله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. طيب هنا سؤال، هل الخمر نجس؟ في خلاف عن السادة الشافعية الخمر نجس، لذلك شو العطر اللي بيحطوه بخو عطر عند السادة الشافعية نجس، لكن الراجح والله أعلم في أدلة لكل منهم الفقهاء. شو قال تعالى؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب هلا هون استدل الشافعي على انه قوله صلى الله عليه وسلم رجس من عمل الشيطان على انها رجس ورجس نجس. طيب قال من غير الشافعي قالوا ان الله تعالى اضاف اشياء هي ليست بنجسات حقيقه، هم كلمه رجس ليست معناها نجسه وانما هي من الرجس المعنى ليست رجس حقيقي نجس نجاسي. ليش؟ لانه انما الخمر المخلط غير الخمر والميسر، الميسر اللي هي الاقداح التي يلعب فيها الميسر الامار يعني، بس هي الورق اللي بيلعبوا فيها ليست بنجسه ان هي رجس، رجس معنى. وانما الخمر والميسر والانصاب، الانصاب اللي هي الحجاره التي كانت تذبح عليها الذبائح للاصنام هذه ليست بنجسه. والازلام، الازلام هي الاقداح التي كانوا يستقسموا فيها، يستقسموا بالازلام، كان اذا واحد في الجاهليه كان إذا أراد أن يسافر يروح لعند الكاهن لعند الصنم في ثلاث أقداح، القدح الأول افعل والقدح الثاني لا تفعل والقدح الثالث غفل. فلما يرمي القدح يعني مثل الحظ يعني يرمي افعل خلاص يروح إنه سافر معه، لا تفعل خلاص يعرض يطلب السفر ما يسافر، غفل يرد يعيد معناه. فهذه أيضا من عمل الشيطان. فهذه إضافة هذه الأشياء كلها ليست نجاسة حقيقية وإنما نجاسة معنوية، لذلك استدل الفقهاء على أن الخمر ليست بنجس، هي حرام لكن ليست بنجس. كل نجس حرام، عفوا كل نجس حرام استعماله حرام أيضا هو نجس، بس لكن مو كل شيء محرم نجس، مو كل شيء محرم نجس. هلا الحشيشة، الحشيشة حرام بس ليست بنجس. الخمر ايضا استدل الحنابله، استدل الحنابله على انها ليست بنجسه، فمعناها شو؟ يعني اذا المدام بالبيت بخت لك عطر وانت رايح على الجامع لا تخالف انت وياها، الا هلا روحتي نوضونا ولا مع المحسن صلي خلاص توكل على الله صلي. عرفنا شلون؟ فاذا هي طاهره الله تعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلدا، السادة الشافعي يقول الخمر نجسة لكن إذا تخللت بنفسها انقلبت من نجسة إلى طاهرة، يعني طهرت بنفسها. لكن إذا تخللت عند السادة الشافعي تخللت بوضع شيء فيها فهذه تعتبر السعد من السعد النجسة، تنجسة صارت خللت لكن نجسة. حتى في أمر عند السادة الشافعي خلافا لغيرهم، أنت مثلا عندك عنب حطيتها شوية عند باب حطيتهم بوعاء وصاروا يعني الحين يمروا بمرحله اللي يصيروا خل. قام رحت انت اضفت فوق منهم شويه عنب كمان ثانيات، عند الساده الشافعيه بيعتبروا هذول نجسين، ليش؟ لانه الاولانيات صاروا خمر، فلما انت حطيت فوق منهم عنب ثانيات فهذول تنجسوا ونجسوا غيرهم، لكن اذا اخذنا بالمذهب الثاني فهو ايسر والله تعالى اعلم. طيب
قال وعنه يعني عن انس رضي الله تعالى عنه لما كان يوم من الادله من الادله على انه الخمر ليست بنجسه من الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان الصحابه تجتنبوا شو الصحابه شو ساووا؟ فجرت سكك المدينه بالخمر. طيب هذه اذا كانت نجاسه كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجروا يعني ان يرموا النجاسه في الطرقات. ايضا هناك رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده علم انه الخمر حرمت، اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راويه من خمر. كان الخمر من افخر الاشياء واثمن الاشياء كانت الخمر. ف بده يتقرب للنبي صلى الله عليه وسلم فاهدى له وراويه يعني اناء من خمر. فقال اما علمت ان الله حرم الخمر؟ قال شو سوى مباشره هذا الصحابي؟ فتح الوعاء ورمى الخمر الذي كان ضمن الوعاء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما امره ان يغسل الوعاء. ما امره، لو كان نجسا لامره، شو الدليل لو كان نجسا لامره؟ هلا بمر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اكل الحمر الاهليه امر باراقه الأوعية. قالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو تغسلها. فأمر بحرم الحمر الأهلية وأمرهم بغسل الأوعية التي كانت تطبخ بها الحمر الأهلية. قال وعنه قال لما كان يوم خيبر، يوم خيبر يعني معروف يعني فتح خيبر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس. يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم فراى ان القدور توقد، فقال له عن شو رح تطبخوا؟ على اي شيء تطبخ او توقد هذه القدور؟ قال يا رسول الله على الحمر الاهليه، الحمر الاهليه الحمار يعني الحمار العادي مو الحمر الوحشيه الا بيمر معنا حديثنا. فقال فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باراقتها هي والاوعيه، اراقه اللحوم واراقه الاوعيه. قال يا رسول الله او نغسلها، يعني نغسلها ان نغسلها. فهون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الحمر لحم الحمر الاهليه، الحمر الاهليه الحمار العادي. طيب الحصان، الحصان مو محرم. الحصان مو محرم، لكن ذكر بانه آلة الحرب. طيب البغل، البغل هذا بين الحمار وبين قالوا له للبغل مين ابوك؟ ام قالوا الخالي الحصان؟ فبيقول لهم ابوه الحمار فما بينتسب لابوه مو شرف له، فقال لهم قالوا خالي الحمار. فهذا تحصل هذا المخلوق من محرم وحلال، من شيء محرم وشيء حلال. يعني مثلا بيجيبوا الفقهاء لو ان مثلا شاة نزع عليها كلب وتحصل منه طلع مولود يعني من هذا بصير هلا عملية الاستنساخ بيساووها هلا هي بيجيبوا نطفة كلب مع بيضة شاة وبيطلعوا مثلا مولود من هول وهول، فهذا نجس ينسب إلى أخس الأنواع. الشيء المتحصل الاثنين ينسب إلى أخسهما بالنسبة للنجاسة والطهارة، أما بالنسبة للدين فينسب إلى أشرفهما. لو أن واحد تزوج واحدة نصرانية أو واحد نصراني مثلا تزوج وما بيجوز يعني، بس لكن لو فرضا يعني تزوج امرأة مسلمة إلى أيهما ينسب هذا المولود؟ ينسب إلى أشرفهما دينا فإلى الإسلام. أما بالنسبة للنجاسة والطهارة لا، ينسب إلى أخسهما طهارة أو نجاسة. فإذا هذا المخلوق اللي هو البغل اسمه البغل، فهذا يعتبر بالنسبة للنجاسة والطهارة مثل أبو أو أمه، يعني لأنه ربما يكون من حمار ربما يكون من طيب إذا منهي عن لحوم الحمر الأهلية. طيب الحمر الوحشية مو منهي، بالعكس سيدنا أبو قتادة حديث طويل ما أذكره كله، لكن سيدنا أبو قتادة صاد حمارا وحشيا، كان كل الصحابة محرمين، والله أذكره بس للفائدة، كان الصحابة محرمين، فكمان نرجي شرف الصحابة وانهم قد امتحنوا بما امتحن به اصحاب موسى عليه السلام، امتحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لنا الايه لنبلونكم بشيء من الصيد تناله ايديكم
ولما حكم لنبلونكم بشيء من الصيد. أصحاب سيدنا موسى ابتلاهم الله تعالى بيوم السبت. يوم السبت شو كان؟ فتنة عظيمة، فتنة عظيمة يعني. شو هي الفتنة؟ كل الأيام كان السمك يفوت لداخل البحر، جوات البحر، يحطوا الشباك ما يصطاد شيء. يوم السبت منهي عن العمل عندهم بشرع سيدنا موسى. يوم السبت فتنة لهم، كان كل شيء حيتان وكل شيء سمك يجي على البر على على الشاطئ. هن شو سووا حين لذلك بيستدل عليها ابن القيم رحمه الله تعالى حرمت الحيلة الشرعية مشان يلف هيك حوالين الشرع، مثل ما كان بيقول له اخي دينني 100,000 ليرة وبعطيك اياهم 120,000، هي معناتها ربا. طيب شو رايك تشتري لي السيارة انت؟ انت معي 100,000 ليرة وانا بحاسبك فيها بعطيك بالتقسيط 120,000. هي نفس المكان، نفس الجملة، نفس العفو العملية، بس لكن بعبارة أخرى. لذلك هذه الحيلة الشرعية سماها النبي صلى الله عليه وسلم العينة، بيع العينة، منهي عن بيع العينة، هي حيلة على الشرع. فهي من الحيلة الشرعية إنه شو ساووا؟ صاروا يحفوا أحواض على الشاطئ ويقعدوا بقى هون يوم السبت، والحيتان السمك شو ساوي؟ ويفوت على الأحواض، إنه ما يساوي شيء بس يسكروا شو اسمه الحوض. هي الحوض مثلا، هي الشاطئ هيك البحر، وهذا الحوض. وهن عندهم سدادات بس يوم على اساس يعني حيلة على الله تعالى، عم يستهزئون بالله او يعني يخدعون الله. فهن بس بيجيبوا هيك السدادات بسكروها الحوض، ويوم الاحد يسلكون. فمسخهم الله تعالى بردده فنازل. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتحنوا نفس الامتحان. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. لما كانوا محرمين يوم الحديبيه فكان الصيد الكبير تناله رماحكم، بس صغار الصيد فكان يمر قدام ناحية الخيام، ناحية اماكن تعسكر مع الصحابه. فهون فتنه. سيدنا ابو قتاده ما كان محرم من بين الصحابه، ما كان محرم سيدنا ابو قتاده. فالصحابه شافوا حمار وحشي، هذا الحمار فطة. شو اسمه هذا الحمار الوحشي؟ مين بيعرف؟ فنان. ما بيقول لك على التلفزيون الفنان كبير، الفنان معناتها الحمار، يعني لذلك انا ما بيعرفوا كلمة فنان، فنان الحمار الوحشي اسمه فنان. فالمهم الله يرحم شيخنا الشيخ صادق كان يقول له لا تنسوا الشيخ صادق حب النجاة رحمة الله عليه، قال له اعكم تنسوا شو اسمه هذا الحمار الوحشي؟ فنان، مثل ما بتسمعوا بالتلفزيون كبير. المهم فالصحابة رأوا هذا الحمار الوحشي، بس إذا أشاروا له انتبه، منهي عن يشيروا له حتى، ما حسنوا يشاروا له، ما في إلا يخبطوا بإيديهم ورجليهم، بس بدهم أبو قتادة بس ينتبه للحمار الوحشي. بعدين انتبه له، هو بيركب قام وقع الصوت من يده، قال له ناولوني ألوق الصوت، ما حدا رضي من الصحابة يناول الصوت، طلع هو طالع متدايق من الصحابه ما حدا عارف ليش؟ لان الله تعالى نهاهم ان يصيدوا او ان يشيروا الى صيد او ان يعينوا على صيد. ابدا المحرم لا يصيد ولا يشير الى صيد ولا يعين على صيد. المهم سيدنا ابو قتاده كان صياد، فراح وصاد حمل على هذا الحمار الوحشي وجاء به. فما الصحابه ما بيرضوا ياكلوا هيك، قال والله لا ناكل حتى نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أشار إليه أحد منكم؟ قال لا. قال هل أعانه أحد منكم عليه؟ قالوا لا. فشو قال لهم؟ كلوا. وتركوا له شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إنه مشتهي والله الأكل، فلما يأكل الشيء منه النبي صلى الله عليه وسلم شو معناه؟ أنا حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم شو كان يحب؟ لحم الكتف، كان يحب من الشاة لحم الكتف، وقالوا أطيب شيء هو لحم الكتف، أطيب شيء وأنظف شيء لحم الكتف. لذلك كان الصحابة لما يذبحوا ذبيحة يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيحب لحم الكتف. لما ذبحوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة، فجاء فقال هل بقي من الذبيحة لشيء؟ قالوا ذهبت كلها إلا كتفها، تركوا له إنه لحم الكتف الباطل، بيقول الباطل. فشو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحح له العبارة. ذهبت كلها يعني كلها تفرناها ذابت، ولحم الكتف بقي، الباقي هو ما تفردخت به لا ما اكلته. لذلك شو قال لهم؟
بقيت كلها إلا كتفها، بقيت كلها لأنه تصدقنا منه. أما هذا الكتف أكلنا وخلاص. طيب سامحوني عن الإطالة. طيب الحديث الأخير، لا والله بعد طولنا عليكم ولا لسه، لا حديث على واحد بس. طيب عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد. يعني ماسك الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمرو بن خارجة ماسك الناقة من زمامها، وفم الناقة فوق كتف سيدنا عمرو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على الراحلة، ما حط له منبر، ما حط له منبر، ما حط له مكان. هلا بعض الدعاة يعني، وأنا الله يرحم شيخنا الشيخ صالح، كان ما يرضى يعطي دروس إلا هيك مثل أنا مع الراحل، بس يحطوا له الراحة ما عادش يحط الراحة. بس أما يحط كرسي هيك، هم كانوا الأتراك بيبنوا الجامع بيبنوا معه الكرسي، ما هيك؟ بيبنوا الجامع بيبنوا أعلى من هذا المنبر، الكرسي أعلى من هذا المنبر. إخواننا الله يجزيهم خير لما جابوا المنبر جابوه هيك شوي ثاني على الساقة. والله علو كثير هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان المنبر قديش؟ ثلاث درجات. كان يوقف على الدرجة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر شو سوى بعد منه؟ نزل على الدرجة الثانية. سيدنا عمر بعد منه نزل على الدرجة الأولى. لما كثر الناس قال رفع المنابر وعلوها، بس بهالشكل هذا كثير عالي ما هيك؟ فالمهم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل له منبر، وإنما خطب على الراحلة. طيب هذه الراحلة لعابها صار يسيل على كتف سيدنا عمرو بن خارجة. شو معنى هذا الحديث؟ معناها لعاب مأكول اللحم طاهر، أو بالأحرى اللعاب له حكم شو اسمه الحيوان الذي سال منه، مثلا الكلب نجس فلعابه نجس. طيب تبتدي، طيب القطة القط الهرة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع لها الوعاء، طيب مو نجس هي لأنه لا ما تؤكل. القط شو له قط هر سنه. الله يرحم شيخنا الشيخ صادق قالنا مرة، قال القط له كثرة الأسماء تدل على شرف، ما بعرف إذا أنتم يمكن قبل هلا، تدل على شرف المسمى أو خسته. لذلك السيف قديش له أسماء كثيرة، الحصان له أسماء كثيرة، آخر واحد صاد هر صاد قط، فأخذوا على السوق بيبيعوا. فقال له وإجا واحد قال له بكم تبيع هذا القط؟ قال له 10 دراهم 10 دنانير. قال له لا يساوي ولا فلس. قال إجا واحد قال له كم تبيع هذا الهر؟ قال له 10. قال له لا يساوي شيء. رد إجا واحد قال له كم تبيع هذا السنو؟ قال له 10. قال له لا يساوي شيء. رد إجا واحد قال له كم تبيع هذا الضيغام؟ قال له هيك. قال له بعدين لحش وكبش وقال له ما أكثر أسماءك وأبخس أثمانك. كثير أسماء بس بخس السمن. فالمهم القط الهر هو نجس، بس لكن بسبب شو قال علل النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليهم، يعني عموم البلوى، عموم البلوى أدت إلى تخفيفا، الشريعة بنيت على التخفيف، ما جعل عليهم في الدين من حرج. فإذا بدك تقول كل ما أبدا تقطع على شي شغلة يغسلوهم وما عرفوا هذا في حرج. حتى الفارة إذا في تلاقي فارة إذا بالبيت يعني طلعت فوق الرز فوق الهنية يعني رب يسر. كنا بالحصار، كنا بجنوب دمشق بالحصار، كان يطلع له احيانا مع الرز مع شغله تبعت جردون تبعت هي روح يا كلام بمشي حالي. فهذه يعني تخفيفا. فكذلك هون الحمار، الحمار اذا اكلت من شيء او شرب من شيء ايضا له حكم القط، يعني له لانه من الطوافين والطوافات، اذا تخفيفا. والا هو يتبع الريق يتبع الحيوان، إذا كان الحيوان حلال فإذا ريقه طاهر، وإذا كان الحيوان حرام يعني حرام أكله فإذا ريقه نجس. والحمد لله رب العالمين، الله يجزيكم خير على حسن استماعكم. إذا في أي سؤال أنا جاهز، من ضمن الدرس أو خارج الدرس، أنا مالي عالم ويلي علم، إذا من خارج الدرس ما بعرفه راجع لك يا رب جاوبك. الحمد لله رب العالمين. سيدنا الكلب الأدنى مشي هون قسم تركيا. فكثير هو جيد حكمه. هلا هذا بيقولوا الأصل بالأشياء، اتفضل عفوا ما كملت. إيه بس هيك. طيب. إنه هذا. الأصل بالأشياء الإباحة، والأصل بالأشياء الطهارة. يعني ما تقول والله يمكن ليكون هاي القرنة داس عليها كلب. لا، الأصل طهارة. إلا إذا شفت أنت
نجاستها بعينه. بعدين يقول الفقهاء الجاف مع الجاف طاهر بلا خلاف. يعني لو مر في مثلا بحذاء او جنبه كلب مثلا جاف خلص، جاف مع جاف طاهر بلا خلاف. يعني خذ على مذهب الامام مالك، لولا مالك لكان الامام مالك لكان هيك يقول للناس، يعني لكان الدين هالك. الحمد لله. سيدي رحمه في الامه، هاي الاحكام يعني جاءت رحمه بهي الامه. تمام. ما جعل عليكم في الدين من حرج، كمان يريد ليطهركم. كمان كل شغله اللي مثل هلا مثلا هذول اللي بربوا الكلاب بتلاقي ينام مع الكلب تبعه فوق على الحمام بيقعد هو وياه بالبانيو وبقشطه وما بعرف شو، هذا نجس بيصيبوا الامراض بسبب الهيل. لكن الله سبحانه وتعالى نزهنا وجعلنا المسلم طاهر، طاهر بكل شيء، طاهر اهم شيء طاهر بقلبك، طاهر بقلبك. تفضل. اذا الكلب مبلول، ايه مبلول ارتب جسمه بالفرو كمان، ايه نجس. لازم طهر ثيابك بالتراب ولا عند السنة الشرعية سبع مرات احداهما او احداهن بالتراب؟ مو بس اللعاب. السنة الشافعية بيعلموا انه الفم هو اطيب شيء في الحيوان، وخصوصا الكلب بتلاقي دائما فاتح لسانه كما قال تعالى ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. بس هون انك تكب هي اقول لك ما تروح تجيب شو بدك تكب العاء؟ لا، ما قلنا نحن شو اسمه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني رمي الاشياء ونهى عن التبذير والاسراف. لا والله انا مغسله سبع مرات اول من كبوه اذا كان واحد من شو اسمه لا ما في مشقه، سبع مرات توصل ما في مشقه، احداهم بس شوية تراب، أو إذا رميت شوية تراب، يعني مو شرط تجيب تراب وتحفر في التراب، لا، قالوا لو رميت التراب حجر حفن التراب ورميتها بقلب الماء فخلص صار تقريبا، مو شرط إنه تجيب تراب وتوصل التراب. الحمد لله رب العالمين.